لكن احنا عندنا النهارده يعني زي ما قلنا كلمتين حلوين كده في الاول، عندنا خبر. الخبر ده الحقيقه احزنني جدا جدا انا كمان شخصيا، وفاه الكاتب الكبير لينين الرمز. اسره برنامج السفير عزيزه كلنا بجميعنا بنتوجه بكل التعازي لاسره الكاتب الكبير لينين الرملي اللي رحل عن دنيانا امبارح الظهر، وده بعد فتره طويله من المرض الشديد وعدم ظهوره لسنوات طويله. ده بقاله فتره ما بيظهرش ابدا في الاعلام ولا بنعرف عنه حاجه، وده بناء على طلبه هو من اسرته انه لما يشتد عنده المرض مش عايز اي حد يشوفه ولا يزوره. فانا كمان لو سمحتوا لي بشكل شخصي جدا بعزي الصديقه الكاتبه الاستاذه فاطمه المعدول، رفيقة درب لينين الرملي ووالدة أولاده، فالبقاء لله وربنا يصبر أسرته وبنته وابنه ويصبرنا جميعا على فقدان كاتب من أهم كتاب المسرح. وحقيقي أثرى الفن بمجموعة كبيرة جدا من أعماله الخالدة اللي هنفضل طول الوقت بنشوفها وبنستمتع بيها. الله يرحمه. بصي الحياة يا شيرين يعني روح بتصعد إلى بارئها وروح جديدة بتتولد. صحيح. سنة الحياة. صحيح.